الاصدقاء ديالي شالو شويه الضوء شوفوا لا كل شي مزيان كي دايرين لاباس عليكم صحه لاباس الاحوال لاباس كتسمعوني مزيان اكتبولي لي الا كان الصوت مزيان والصوره مزيانه انا اليوم ما كنت شويه ونخلف الموعد <applause> وقع شي بروبليم في الكونيكسيون عندنا في الدار و وجيت عند الصديقه ديالي والكوليك ديالي الحمد لله الكونيكسيون ديالها خدامه مزيان دونك قدرت نتكونيكتا معاكم معكم شكرا دونك لقيت واحد عدد ديال ديال وليداتنا اللي من اللي باقين كيقراو عاد دخلوا الثانوي ولا اللي يكملوا الثانوي ولا في لي كلاس بريباراتوار ولا في البدايه ديال ديال المسار ديالهم آه كيسالوني اسئله متعدده آه وهنا كانت واحد طلب اني ندير لايف باش نجاوب على الاسئله ديالهم دونك ان شاء الله الاسبوع المقبل بحول الله غندير هذا اللايف هذا غيكون غير اجابه على الاسئله دوليداتنا على قد ما كنعرف لان المغرب شوية تبدل من الوقت اللي, اللي مشيت ولكن نكون سعيدة للتواصل معكم إن شاء الله الأسبوع المقد... القادم إن شاء الله غادي نوقفوا هذه القصة هذه وغادي نتواصل مع وليداتنا أوكي دونك أه فيت هذا اللايف معكم كيكون بحال بحل ملي كتمشي عند الدكتور نفساني كتبقى تعاود له وغير لو انك تعاود القصه ديالك كتحس بواحد الارتياح غير باش نقول لكم هذه مساله مزيانه ليا حتى انا ولكن كنتمنى فريمون كنتمنى ان ان وليداتنا والناس كلهم يحاولوا ياخذوا منها العبر لان كيقول لك التجربه ثمنها ثمنها باهظ ثمنها هو العمر ديالنا دونك الا قدرتوا تعلموا من من اخطاء الاخرين ومن مسار الاخرين فهذه مزيانه سورتو في هذه الاوقات اللي الناس اللي عايشين في المغرب ولا اللي ما عايشينش ولا المغاربه اللي عايشين برا بحالنا اه كيشوفوا حل البلاد وكي ما عندهم ما يديروا تيحسوا براسهم عاجزين على انهم يديروا شي حاجه باش باش يغيروا الاوضاع شيء شي مؤلم وانا اللي مؤلم لي كثير هو كنشوف وليداتنا وليداتنا الصغار اللي خصهم يكونوا في المدرسه كيقراو ولا كيلعبوا ولا آه شويه باقي حتى هما باغيين يخرجوا ودايرين معاهم اللعاب ديالهم زعما هذه دي ماساه المهم راه المستقبل ديالنا هما وليداتنا وانا هذا الشيء علاش كنحاول نتواصل معاه لان آه ما عندكش كيفاش دير باش تغير الامور صعيب عليك هي بلاد بلاد وبلاد حاكمينها ناسها وانت كانسان تولتي في هذه البلاد وعايش في هذه البلاد شنو غتقدر دير انا اللي نقدر نوصيكم لأن بالنسبه لي انا اهم من البلاد هم الناس ديال البلاد اهم من البلاد كنقولها وكنعاودها علاش لان انا خرجت من المغرب وعشت في العالم في محلات متعددة و وتب... تبنات عندي واحد الفكرة أن الأرض أرض الله هي كلها كرة أرضية إحنا اللي عايشين فيها الإنسان ما غاديش نقول البشر لأن البشر جنس غير, غير عاقل ولا سوفيستيكي نقول أن إنسان اللي جمعنا الإنسانية عايشين فيها إتنو كاينين حدود كاينين مصالح كاينين ولكن تنظن بان من هنا واحد 400 عام ما غيبقاوش هاد الحدود هادو ولهذا الانسان يبدا بنفسه اكيد ان كاينين مسائل مثلا مثلا الوحده الترابيه للمغرب اكيد اننا نحن كمغاربه كتهمنا مزيان المساله قضايا اخرى ديال ديال الظلم في العالم ماشي بالضروره تكون قضايا مثلا كنشوفوا القضايا ديال, ديال فلسطين هذه مساله بغض النظر على انهم هما في الدين وان هذيك اولى القبلتين هما ناس مستعمرين ومظلومين واي انسان في هذا العالم بغض النظر على انتماءاته على دينه غادي يبغي يوقف بجانبهم بجانب يحاول ينصر المظلومين بغض النظر على اي حاجه اخرى واللي ما قدرش غير يقول كلمه طيبه احنا ما حناش مطالبين اننا نمشيو حنايا نحرروا القدس راه شي معقد ولكن ما حناش ما تنحسوش بيهم على الاقل نعبروا على التضامن ديالنا معهم والتضامن ديالنا مع خوتنا المغاربه اللي هما حتى هما قابئين في السجون ومن هنا تحيه للصحفيين الريسوني والراضي مسكين الريسوني الله الله يخفف عليه ربي هو اللي عالم به 40 يوم وكثر وهو مسكين يضرب عن الطعام ولا يحاكم ما محاكميش تابعوهم وطلقوا سراحهم لاش غتسجلوهم زعما هادو هما الناس المجرمين الا طلقتوهم غادي يمشي وغيقتلوا ناس اخرين ولا غادي غيهربوا من البلاد مول وغير خليهم زي ما والو غير ما زعما المهم كما قلت لكم انا بالنسبه لي كنستعمل هاد اللايفات باش نقوي من العزيمه ديال ديال وليداتنا آم عندي اراء شخصيه كنعبر عليها مره مره في الفيسبوك مع الاصدقاء ديالي ولكن ما, ما تنضمش انها تفيد الا خرجت مثلا انا كنهضر في السياسه لا يفيد لا يفيد مالوغوزمون انا شنو باغا انا باغا نتقد باش الا قدرت انا نعاونها ديك المعاونه تخرج بنتيجه هادشي اللي ولكن الا البلاد ما قداش راه ما عندك كيفاش تعاونها ما عندك كيفاش تعاون ما واخا العلماء د الدنيا كلها انا قلت لهم نجيب لكم ارغون اللي هو من اكبر المختبرات في امريكا ونحطو لكم هنا في المغرب والله غتخليهم دوز عام ولا عامين ما مشى رجع بحال شي ما نعرف شنو لان الانسان هو اللي كيدير كل شيء الانسان هو كل شيء اه كنرجع للمغرب وكنشوف البنايات وكنشوف الرباط اللي هي مدينه اللي تولدت فيها وكبرت فيها كيفاش ولات مدينه جميله ولكن علاش غيفيد داكشي كله والناس الناس ما منميينش تبني بنيان كبير وتقاد الدنيا بني الناس لانك الا بنيتي الناس هما اللي غيزيدوا يبنيو اكثر كل شيء حواليهم المهم وبنايه الانسان او ماشي بنايه بناء الانسان هو هو الشغل ديالي انا دونك uh, بغيت نخاطب وليداتي اللي اللي كيقراو في المغرب اللي كيقراو كيديروا مجهودهم وكيحاولوا يجيبوا نقاط مزيانه ويقراو مزيان وعندهم احلام لا تقنطوا من روح الله ربي كبير سبحانه وتعالى بصح لونتوراج شويه صعيب ان الانسان ما ولكن بقاو مركزين على, على حياتكم وعلى كيفاش انكم تطوروا من نفسكم وتحققوا احلامكم لان آه هذا هو اللي يمكن لكم ديروه وما تاخذوش حتى شي حجج لان اي انسان انت قلت انا ما درتش هذه حيت هادي راه غير حجج وهي ما تسيطر على الناس لان الناس هما الناس يمكنلك تسيطر على نفسك دونك اي حاجه ولا حاجز ولا عثرة وقعتلك حاول تفهم منها شنو خصني آه ندير مختلف باش المره الجايه ما نوقعش في نفس الخطا ونتجاوز هذه الحياه الحياه صعوبات وكل ما كانت الصعوبات كبيره وتجاوزناها كل ما كان كننميو نفسنا ك... كانسان و... وكنطوروا من حياتنا المهم انا شي نقول لكم الشيء ما ضايعش خدموا وقراو على راسكم حتى الا ما مسهلكمش ربي في المغرب غتمشيو لمحل اخر وكما قلت لكم ارض الله واسعه ما كاين حتى مشكل المهم لا سيمين بروشين ان شاء الله الاسبوع الجاي غادي ندير لايف معاكم وكنتمنى انكم يو نو تخبروا المهم قولوا لي شنو هي الساعه المزيانه لكم انا المهم على الاقل هاد الاسبوعات اللي جايه غادي نحاول لان سينون الحال كيزيان ولا الا إيه ما كانش عندي بزاف الخدمه كنبغي نمشي نخرج شويه نصيد ولكن زعما انا كوميتد معاكم انا بالنسبه لي مهم ليا هذا التواصل تقولوا لي الساعه اللي هي احسن لكم باش نتواصل معكم انا جوسي في المغرب هي 9 الليل يمكن في اوروبا هي 8 الليل المهم انا بالنسبه لي ا بارتيغ 12 عندنا هنايا ويتشي 6 ديال العشيه في المغرب يمكن لي نتواصل معكم المهم هذا قوس وغادي نسدو خليت لكم القصه اللي فاتت خليت لكم القصه اللي كنت مكلفه بهذيك المنظمه النسائيه في ارغوم وهذيك المن... هذيك الخدمه اللي انا تطوعت انني نقوم بها بالنسبه للانسان اللي ما تيعرفش حتى بالنسبه للنساء أخرين اللي معانا في اللابو كانت كتبان لهم بانها حماقه علاش انت غادي تمشي ديري هذه هاد الخدمه هذه وتنوضي تنوضي صداع مع مدير ديال المختبر والناس المسؤولين باش تدافعي على حقوق اقليات ما غاديش تنفعك بالعكس غيقولوا هاد خيتنا كتخلق المشاكل والمهم هذا هي العقليه العاديه ولكن بالنسبه لي انا ما فكرتش فيها هاد. فكرت بان هذه فرصه ليا انني نحاول نناضل <applause> انا كنبغي نكون مناضله ولكن المناضله ماشي معنيتها المناضل هو الانسان اللي كيكون هي في الحقيقه طريقه في الحياه وماشي معنيتها مناضل هو انني غادي نخرج ونغوات ولا غادي نكون انا ديما ضد شي حاجه ولا المناضل هو هو شخصيه من شخصية الانسان كاين الانسان المناضل وكاين الانسان اللي غير مناضل والانسان اللي غير مناضل ما يمكنناش نلوموه بزاف لان كاين بزاف ديال المسائل كتجعل الانسان انه ما, م... ما, يكونش معني ولا ولو انه مثلا بحال دابا الزوج ديالي غير مناضل ماشي حيت ما تهموش الناس اللي دايرين به وديك الشيء ولكن حيت تيقى الامور ما كيفهمش كيفاش يقدر ي... يواجه الامور كتبان له مشعبه ومشتبكه و... وتخاف انه إلى دار شي خطوه تكون خطوه خاطئه المهم هذه هذه شخصيات ولكن يمكن لك تكون مناضل ولو في قناعتك وفي نفسيتك ماشي بالضروره ولو في قلبك وذلك اضعف الايمان المهم انا انسان مناضله كان نبدل المحيط ديالي للافضل وهذا الشيء ما كانش ماشي غير اليوم منهار وما عاودت لكمش على القصه ديالي كيفاش كبرت هذه كانت ماساه اخرى والله كنت عارفه القصه ديالي كيفاش كبرت وكيفاش تربيت أه... والله حتى تستغربوا كيفاش انني أه... انسان بحالي مر بالظروف اللي, دا... اللي مريت بها التطور ديالو العادي هو انه يخرج مجرم حاقد على عائلته حاقد على ولو انني ملي نظرة على عائلتي راه المسائل الطيبه و... مهم بوتيتر شي نهار في شي كتاب غادي نكتب الحقيقه كلها بلا بلا تزواق لان فهمتي الانسان انا ماشي حاقده ما عمري كنت حاقده لان ملي كتحقد كتنقص من من الطاقه ديالك في شي مسائل سلبيه وكتحبط راسك دونك ديما كتحاول انك تشوف هذاك الطاقه اللي عندك انت رافض كيفاش كيتصرفوا معاك كيفاش كيتعاملوا معاك كيفاش كيظلموك اش كنت كنقول انا راسي تنقول راسي خصني خصني نبدل هذا الواقع انا دابا تحت منهم راه دابا ماشي غير كنهضرش على المغرب تحت منهم يعني عائلتك وهذا زعما هذا احساس ديالي انا والناس اللي هنايا تيتابعوني راه كاينين شي من العائله اللي عارفين واحد شو لي قال لي كومونتير وكاين شي ناس اللي خصهم يردوا بالهم اللي يكتبوا اسئله في لي كومونتير لان انا صراحه انا نحل عاوتاني واحد القوس اكتشفت انا كنت الفيسبوك ديالي حله بوبليك يعني المهم انا انا علاش دايره علاش كنمشي للفيسبوك وغير باش ن... باش نسمع اخبار المغرب نطمئن عليهم وصافي باش ما نكونش كومبليتمون انا راه دوزت من نقول لكم صراحه من ديك عام 2000 حتى لديك عرفت 2017 وانا ما كنعرف والو على المغرب حتى صافي تيتوفاو الوالدين صافي ما تتبقاش عندك ديك الارتباط عندي جوج خوتي عندي عائله كبيره ولكن بون ما عنديش ارتباط كبير ويب عندي خويا واحد حمزه اللي انا مرتبطه به بزاف بحال وليدي حتى الاخر بحال وليدي غير بون الانسان فهمتي العلاقه آه راه خصها طرفين وانا ما نقولش انا الخطا من الطرف الاخر ديما يمكن الخطا مني حتى انا ولكن انا وصلت لواحد المستوى اللي فهمتي الحياه قصيره ما نضيع وقتي نبقى نضارب مع عباد اللي تنشوفو ما, ما يجيب لي والو يعني حتى آه فكريا ما عندي ما ندير به دونك بالسلامه ما عنديش بزاف حتى بزاف ديال الوقت باش ن... باش ندوزو في تقرقي بناد ولكن كندير الفيسبوك باش نشوف الناس كي كيفكروا كي هذا من بعد قررت انني غندير اليوتيوب لانها تطور ع... راه الامريكيين كون... غير انا بديت بالمغاربه لان الامريكيين الطلبه الامريكيين لي الامريكيين راه ميت القصه ديالي راه المهم وكندير محاضرات وديك الشيء وراهم تي باقي كيتصلوا بيا نفس نفس لا رياكسيون لي راك راك فريمون راك ملي كيشوفوا هاد قصتك راك الهيرو حنا اش بغينا بغينا غير نعطيو الشباب ديالنا دفعه دونك قررت انا غنبدا بالمغاربه وغادي نهضر بالعربيه وغنركز عليكم نتوما لان لان الامريكيين عندهم ظروف ديالهم عندهم كل شيء متاح سي فغي كاين شي وحدين مكرفسين على وحدين ولكن ماشي بحال المغاربه دونك انا قررت انني نتواصل معكم بالحق كاين شي ناس الله يهديهم والله ملي كنشوف ديك شي تعليقات وكنشوف شي يوتيوبات وكنشوف شي والله زعما سبب كبير الحالة اللي فيها المغرب هما حنا المغاربه ما خصناش نتنصلوا من هاد من هاد المسؤوليه هذه مستوى جد رديء جد رادي والناس فهمتي دابا دابا نتوما كلكم خوتي مغاربه اهلا حموس نتوما خوتي حنا خوت عندنا كبرنا عندنا بزاف ديال المسائل مشتركين فيها حتى النكته مشتركين فيها طريقه الاكل طريقه التفكير والدينا دوك حتى ملي كنقولوا شنو باش كبرتي كتخلع ب لا رحمه الله ولا بوعو ولا الغوله ولا عندنا بزاف ديال المسائل اللي بتات ملي كتكون في المغرب ما لا البال ولكن حنا اللي عايشين برا مسائل تتبتسم ملي كتسمعها دونك فهمتي حنا كلنا كنا مغاربه وانا صراحه كنعرف المغاربه شو او بخرى ديفيرون مي كنعرف المغاربه كيحبوا بلادهم وتيموتوا على بلادهم دونك ملي تيوقف واحد وي, وي ي, ينتقد شي افعال ديال النظام راه ما معنيتوش انه تيكره بلاده ولا تيتامر على بلاده ولا حتى شي حد كلنا ضيف واحد حتى ملي لك الدم راه تتبدا تقول شي حوايج اللي حتى انا ضيف تنقول ما صافي أنا ما بقاش صاد المغرب طلع لي في صحتي ما غنبقاش ملي من... تنقول المغرب راه ما تنعنيش نتوما كما قلت لكم انا بالنسبه لي الى اخر يوم في حياتي الى قدرت نساعد خوتي غنساعدهم بكل ما اوتيت من قوه ماشي على شي حاجه لان انا تنحس براسي هما امتداد ليا وانا امتداد ليهم حتى انا ملي كبرت وكنت مكرفصه وديك جاب جبر ربي اللي سادك ولو ان دي فوا كاين شي وحدين نيتهم انهم ما يساعدوكش ولكن تيديروا شي حوايج باش يساعدوك وهداك ربي كل واحد يسخر له دونك انسان غير مسخر ولكن انت اللي خصك تساعد نفسك قبل كل شيء اللي ما بنيش هو داك المزايدات مزايدات والتخوين وتخوين وهذا علاش حنا كلنا علاش تخون الناس عنده راي عنده رايه, رأيه ماشي مشكل ماشي معنا يا ضدنا كل واحد وظروفه كل واحد كي ولكن نبقى نتحبوا ونحترموا راسنا ونعرفوا شنو نقولوا يعني انا دابا حيت الفيسبوك ولا غير صحابي وباي ذا واي هذوك الصحاب ديالي عندي المهم انا كنشوف عندي آلاف صحاب اللي هي الليميت ديال ديال الفرينت. ما نقدرش يكون عندك كتر في الفيسبوك وعندي أكثر من شي 4000 ديال ديال واحد بغي يكون فريند وانا نتمنى من يمكن لي نكون فريند معاهم دونك انا كنحلها الفريند اون جينيرال و الى شي واحد اتصل بيا وكنعرفو هذا كنحاول نزول شي وحدين اللي ما تنت معاهم تنتعاملش معاهم باش نزيدهم وتنزول شي وحدين اللي تيبانو ليا تنقبلهم كوم دي زامي ما تيبانو لي ما ماشي ماشي الانسان اللي يقدر يكون في اللي... في ليست دي زامي ديالي تنزولهم دونك واحد السؤال واحد السيد في, اليوتيوب كتب ليه لماذا الشعر القصير دابا تصور بون انا غادي نقول مع راسي راه عنده حسن نيه وغير بغى يفهم وكيوريو شي حاجه كتفيقو في النعاس في الليل ما قادرش ينعس علاش كوثر شعرها قصير آه المهم قررت فكرت واش غادي نجاوب واش غادي ما نهضرش معاه واش ما غادي اغنوريه ولا غادي انا نقول لك علاش الشعر قصير ولو ان هذا ماشي سؤال تسال به الانسان لان الطريقه باش كتقطع شعرك باش كتلبس هي طريقه ديالك انت كتعبر بها على شخصيتك يعني علاش مثلا الرجال عندهم شي رجال عديدين شعرهم طويل هذا سؤال تسالوه واش كاينه شي حاجه اللي كتفرض على الراجل يكون شعره قصير والمراه شعرها طويل لا ما هو غير شعر انا نقول لك انا كبرت مع بابا الله يرحمه ما كانش عندي الام الام ديالي اللي غادي تجي وتبغي تلبسني بحال بنيتها وتبغي تمشط شعري وتقعد دولي، انا ما كانش عندي هاد الام هادي كبرت هكاك مع دادا مسكينه اللي كانت كيحسبوها خادم كانت كانت اسكلاف عبد من وقت اللي كانوا باقيين عندهم العبيد وهي بيضه وكانت عايشه معاهم بعد ملي ما بقتش العبوديه بقات معاهم مسكينه خطفوها ملي كانت صغيره مشي منطقه وجابوهم باعوهم هذا في المغرب القديم وهي اللي رباتني لان ملي تفرقوا الوالدين ديالي كانت عمري يمكن 3 سنين سنين خداني بابا و هذيك عطاني الماما <applause> وعندي خمسه دعماتي وصافي ودادا مسكينه هذيك المراه اللي كانت عندهم قاسة معاهم في الدار كتقضي الشغل الدار وديك الشيء قالوا لها الله ربي وشي وقت ملي كنت كندير شي حاجه ولا انا تيقول لك هذيك تربيه الكوزينه انا تربيه الكوزينه تربيه الخادم يا الله يسمح لينا اليوم كلهم واللي مات الله يسمو سامح لينا الدنيا واخر المهم ما كانش عندي داك ماما دونك بابا بابا شنو بابا بابا الله يرحمه انا غادي نرجع لكم دابا اللور وماشي مشكل غادي نكمل ان شاء الله في الساعه لان يعني طويل مامي كنطول بزاف ماشي مزيانه يعني حتى للناس من بعد لي ما كيكونوش لايف وكيبغيو يرجعوا يشوفوا صعيب انك تجلس تصنت لساعه ونص ولا ساعه و دقيقه ان شاء الله غنكمل معكم هذه الساعه هادي الاسبوع الجاي ان شاء الله غنخصوا الاسئله ونبغي انكم تقولوا لأصحابكم اللي عندهم اسئله يكتبوا هذه الاسئله ويصيفطوها ليا حتى لو ما قدروش في اللايف نقدر نجاوب عليها في اللايف وتبقى اليوم يشوفوها وقت اللي كان متاح ليهم لان انا عارفه دابا وقت الامتحانات خصكم تركزوا على امتحاناتكم والله يوفقكم ان شاء الله وكلكم تفرحوا وفرحوا بكم والديكم وان شاء الله تكونوا مستعدين للمرحله الجايه في قرايتكم بابا الله يرحمه كان كان شنو نقول لكم كازانوفا كان هو وحيد في خوته بخمسه ما كملش قرايته الله يرحمه كان كيدير كاع ديك المسائل الله يرحمه ما نبغيش هو الاب ديالي كما كان الحال وانا بالنسبه لي كان هو ملي كنت باقا صغيره كان بابا هو طارزم اللي تيضربني ولا تيدفعني ولا تيدير لي انا غنقولها لبابا المهم الاب ديالي كان كيحبني هذا ماشي مساله ولكن بون شنو هو التفكير ديالو انا عنده بنت هو تيقولها لي انا خديتك من عند ماما حيت انت بنت كون كنتي ولد كون خليتك معاها ما تيهمنيش لان يعني برامو احنا يمسك البنات حنا هما الشرف <applause> ما الولاد ما عندهم شرف حنا الشرف حنا الشرف ولا شرف اي دونك الشرف ديالو انا ما عمري تفهمت ليا انا هاد المصيبه الكحله هادي مي بون هذا موضوع اخر <applause> دونك خداني باش يكون سيغ انني فهمتي غير. ما غاديش نكون بحال دوك البنات اللي هو كان كيمشي معاهم الله يرحمه تيقول لك دي فوا واش كبرتي ومعاك قدوه تنقول له ما انا كبرت معايا امثله اللي كنقول مع راسي ما عمري غنكون بحالو دونك ماشي مهم غير القدوه مهم حتى دوك الشخصيات اللي كتشوفهم تتقول لا يمكن انني نكون بحال حموز حم راه كيتصنت اخويا المهم <applause> بابا كان يعني انا هي هكا زعما بقى صغيره وديك شي خصني نقطع شعري ولا ما نعرف تحد ما فيا ولا في شعري ولا يا يعني اللي يغسل لي ولا يقاد لي ولا يصوب لي يا مسكينه غير هكاك كابره بحال دوك الحشائش الضاره ولا اللي يقول لي قريتي واش قريتي شنو جبتي في الامتحان ما كيعرف فخر الدوره كتجيب داكشي الشيء كله ومزيان مزيان الشيء كله وانت الاول في القسم عادي ولات عنده عادي يا بنته الاولى اللي ولدها ديما كتجي الاولى في القسم وما عرف بحق هاديك حتى تولدوا له الاخرين ولات مقاتله لان الاول في القسم بوحدو كيقرا مسكين ما كاين اللي كيقول وش واش فطرتي واش تغديتي واش نعستي خصك مع 9 الليل تنعس تنبقى حتى لوحده الصباح ما كاين اللي يهضر معايا المهم واش عندي شي حاجه ما فهمتهاش كاين شي حد غيفسرها لي ما حتى هو تنقول شري لي الكتبه باش نقرا لان كنت كنت مشعوطه على القرايه كنت يقول لي قراهم عاود <applause> ديك الكتبه الاخرى اللي عندك عاود قراهم هادشي <applause> كيبكي وكيضحك دونك رجعوا للشعر عمري كان كيتسحب لي داك السؤال ديال على الشعر قصير غادي غيخلق هذا الجواب الطويل خصني نقطع شعري ولا خصني شي حد اللي يتكلف لي بشعري ما عنديش داك ماما اللي غتعلمني وغنشوفها كدير شي حاجه ولا كدير المكياج ولا كتقاد وما عنديش مسكينه غير مع مسكينه مرة مرة كبيره داك الساعه ومسكينه في الكوزينه أيضاً دونك كان تيديني تيديني قطع شعري هو لانك انت صغير ملي غيطوال لك شعرك ما غتعرف لا تمشطو مزيان ولا والو <applause> وتيشوف فيك كتقول لك غفلتي خصني نديك تقطع شعرك اي دونك تيديني يقطع شعري فين تيديني كيحطني عند واحد السيد اللي تي تيقطع له شعره هو علاش تيقول لي هادوك الكوافورات ما يصلحوا ما يسواو ما يصلحوا ما غديكش تما غتسمعي الهضور اللي ما خصكش تسمعيهم وانا ما فهماش داكشي كله دونك غادي المهم غادي ديني لعند صاحبو وكاينين غير رجال تما تيقطعوا شعرهم وانا هي البنت البنيته صغيره ما حتى درتهم في 15 ولا 16 عام وليت انا كنعرف هذاك السيد اللي كان كان في حسان من حسان مشى ما نعرف شي حاجه شي شي حاجه حدا المدينه مول يعقوب المنصور ولا ما نعرف نسيت هذيك اللي حدا المهم نسيت كاع السمية ديال لي كارتي اي <applause> دونك هذاك السيد المهم ما غاديش يمشي يقطع لي شي شي تقطيعه ديال البنات لانه هو كيقطع للرجال دونك كان تيقطع لي شعري صور كوبي ايطاليان وهذا اللي ماشي مشكل فيه دونك هكا تولفت ملي كبرت كان عقل اول مره طولت فيها شي شعر هكا كان في عمري يمكن شي 20 18 عام 19 20 عام وعمتي الصغيره كانت قالت لي خصنا نقادو شعرك ودير شي حاجه ودرت شي كوب كاغي قصيره وشي حاجه المهم بداتني ما حتى هذاك اللي تيقطع على شعرها في الدار البيضاء ناس الناس الهاي اللي <applause> يعني عندهم الفلوس دونك مشيت للدار البيضاء معاهم وقطعوا لي شعري دونك ولا شويه هذا طولت قد هكا شويه من بعد عاود دابا شنو دابا هذه حاجه دابا انا يمكن لي نمشي نلون شعري وندير له الصباغه ون... ونخليه يطوال ولكن لا دابا بالنسبة لي أنا فهو اختيار علاش أنا أولا ولفت نقطع الشعر وثانيا يعني خصكم تعرفوا بأن الشعر القصير بحالي راه ماغاديش يجي مع البنات كلهم تيخص فغيمون تكون عندكم شي ستخكتوغ لوجيه خاصة ثالثا تال ما عنديش الوقت دونك أنا ال... لا ال... 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 القانون اللي عندي ولا ال... في مع شعري هي الوقت اللي خصني نستعمل المشطه خصني نمشي نقطعو هذه هي كان بغينا ناخذ الدوش في الصباح دغيا دغيا لا تنشف لا والو هكا كتخرج كيكون نشف ما كان نحتاج نمشطو وزيدون حتى هكا مي كتقطعو حتى الشيب ما كاينش بزاف ولكن واحد النهار غادي يولي كله بيض ماشي مشكلة انا ما نبغش ندير الالوان في راسي الشيمي كيميكال هادو كلهم مواد كيميائيه الناس اللي كيديروا الحنه بتات مزيانه ولكن انا ما تنبغيش المهم هذا هو الجواب السيد اللي اللي كي أرقو علاش شعري قصير كاين شي حاجه فريمون داريه كيفاش كبر الواحد وكيفاش لان واحد لما مولف شعر قصير غيمشي يقطع شعره قصير غتجي غريبه آه جو كرو anyway, كل واحد حر قطع شعره يخليه طوال يدير الالوان حريه شخصيه ما تبرز حتى شي حد اوكي نديروا الاسبوع اللي من الاخت لطيفه ما تبقاو لنا غير على خاطركم نخليوه لكم ان شاء الله حتى الديبو ديال ديال جوان غير صيفطوا لي آه كما قلت لكم راني كتبت الايميل ديالي في الجيميل وان شاء الله صيفطوا في الجيميل واللي كيوالمكم غنديروه ان شاء الله المهم حيدنا قلت على الشهر بعد لينا مده ونرجعوا نرجعوا القضيه ديال المنظمه ديال النسائيه وتعلمت فيها كذا المسائل لان قبل كنت مركزه غير على البحث العلمي ديالي والوقت اللي دي ما بقيتش فرحانه كيفاش انهم ما كيعطيونيش الموارد باش نطور داكشي البروغرام اللي باغا نديرو ما يمكنليش نديرو لانهم ما كيعطيونيش السوبور والفلوس دونك طلع لي الدم وقررت انني نمشي ندير شي حاجه مفيده لان مهم الانسان شتي خص الانسان انا كل نهار ملي كنمشي نحط راسي على المخده كنفكر شنو درت هذا النهار شنو تعلمت واش تعلمت شي حاجه جديده واش درت شي انجاز واش المهم قبل ما كيديني كي الناس دونك قلت غادي نمشي وغادي نناضل باش نبدل هاد الحقره هادي اللي عندنا في هاد لابوغاتوار ضد الاقليات المهم وقعت لي داك المساله اللي عاودت لكم المره اللي فاتت على على ديك السيده اللي ما بغاوش يدخلوها لان الشاف ديالها حقرها المهم دخلناها وكانوا واحد الاحداث شويه في داك المحل غنعاود لكم عليه قبل ما غادي نسالي هذه هذه عامين واحد الحادثه اخرى انا كنعاود لكم باش فهمتي لان يمكن لي إنه نقول لكم ها هما مقومات النجاح 10 ولا 11 الحاجه ونعاود لكم عليها ونبقى نخربق عليكم انا تنحاول نعاود لكم قصه حقيقيه حقيقيه وقعت معايا وكيفاش تعاملت معاها ولي اللي تعلمتهم منها ماشي ديما راه تعلمت من دي شوز ماشي تنعاود لكم هادشي انني ما وانا المساله اللي فيا ما كنخافش من الخطا بالعكس كنعترف بانني خطأ. خطات وتنكمل القدام انا ما عنديش انا حتى انا شوف نقول لكم صراحه أن انا عندي النفس ديالي عزيزه كما اغلبيتنا وما تنحنيش الراس الا في حاله وحيده الحاله اللي فريمون ما تتعاملش معايا مزيان وسكت وما درت والو بيان سور كنت صغيره كنت ما عندي ما ندير عايش مع الناس هما اللي كيصرفوا عليك هما اللي تيديروا شنو غدير واخا عدد المرات فكرت انني نهرب ملي <applause> كان كنت كنحس بالظلم والحقره واليتم كنت كنقول مع راسي غنخرج وغنهرب علاش ما هربتش لان في الماضي دابا تصور الانسان عنده 11 عام ولا 12 عام وصافي وطالع عليه الدم وما لاقي لا حنين رحيم الا ربي وباغي عدد المرات فكرت نهرب ولكن كنفكر الا جيت دابا نهرب خصني كتبات يديو معايا الا إيه مشيت لشي محل وتنقول مع راسي دابا بينا الا هربت عندي 11 ولا 12 عام تنقول غنمشي ما نعرف غنمشي حتى نلقى بوتيت شي عائله اللي ما تكونش عائلتي اللي آه المهم تحن مني تبناني ونخدم عندهم مثلا نعاونهم في الدار وديك الشيء ولكن خصني نقرا وكنفكر واش هذه مساله ممكنه ولا ماشي ممكنه وفين غتمشي تا في الرباط آه نتا المهم اللي ما جعلنيش نهرب انني كنت كان خايفة انني ما نكملش قرايتي دونك صبرت حتى نكمل قرايتي آه. سبحان الله المهم دونك هذا آه هاد القصة هذه اللي وقعت لي كانت عندنا واحد انا كنت مكلفة بالويمن ساينس ساينس ولاو الناس كيتيقوا فيا وكيجيو يعاودوا لي المآسي ديالهم شنو واقع العم مع الشيفان ديالهم شنو هذه شنو هذه وانا كنت كنمشي وكنحاول ن... ندافع عليهم ولن... نمشي دبقى... ولا نمشي بحال دابا الى الشاف ديالهم عرفتوا بانه لا امل فيه كنمشي عند الشاف ديالو ونحاول نقول له هضر معاه ماشي ما له هذا راه ماشي معقول وهذا المهم كنت اكتيف بزاف وكانوا عدد المسائل كانوا وقعوا مساله واحده كانت واحد البنت دايره البوستوك يعني من مور الدكتوراه ديالها جات تخدم في ارغون المهم كاينين عدد ديال ديال الكيفيات باش تخلص بوستوك الا جيتي مع الجروب ديالك خدام على شي حاجه هما اللي تيخلصوا الصالير ديالك من الجرانت ديالهم ولكن مرات كاينين دي بوستوك تيجيو تيكونوا مشروكين مع دي بروغرام متعددين مثلا هاد البنت هادي كانت نص الخدمه ديالها خدامه مع جروب ونص الخدمه ديالها مع جروب اخر وكل واحد عنده آه سميتو التمويل آه من جهه مختلفه هادوك الجروب اللي كانت معاهم اللي كان التمويل ديالهم من شي شي شركه كبيره هي كانت كتخدم في البيولوجي شي شركه ديال فارماسيوتيكال ديال الصيد ديال الدواء آه كبيره كانت خدامه على ان بروجي وما نعرف شنو كان وقع قالولهم لهم صافي إحنا يا سالينا مع هذا البروجي ما غاديش غنعطيوكم الفلوس تكملوا داكشي اللي خدامين عليه ست شهور ومن بعد ما غيبقاش الفلوس صافي دونك مسكينه البنت قالولها هادشي اللي كاين دابا دونك يا اما غتلقاي شكون جروب اخر اللي غيخلص لك نص الصالير ديالك ولا راه عندك ست شهور من بعد خصك تمشي بحالك وهاد البنت مسكينه دو اصول هنديه من الهند المهم بقات مسكينه كدور كدور مشات عند ديفيزيون ديريكتور ديالها اللي هي امراة في البيولوجي واحد المرأة وعاودت لها على قصتها وقالت لها دابا اش غنديرو ما دار قالت لها ما عندي ما ندير لك انا كل، مشال مشى التمويل ما عندي ما ندير لك عندك ست شهور قلبي فيهم على خدمه دونك بقات مسكينه كدور وجات لعندي جات لعندي عاودت لي لعن على القصه المشكله انها كانت كتهضر معايا يمكن في هذيك كان شي مارس وغادي يكمل لها ديالها في جويه وهي حامله وغادي تولد في اوت وراجلها مسكين ما, ما كانش خدام ظهر لي ما عندوش لاسيغونس ميديكال وديكشي، دونك هما غتسالى الخدمه ديالها مسكينه وش اللي غادي يخدم وحده قريبه تولد وديكشي، الشيء هالخدمة لها الخدمه الكونترا ديالهم مع شويه وغتولد في الوسط ايوا مسكينه شكي كي يعني غتولد ما هنايا الا ما عندكش التغطيه الصحيه دابا عاد ولا ملي داروا اوباما كير ولاو تي يعاونوا الناس باش تكون عندهم تغطية ولكن قبل هنا الا ما خدام ما والو عاود هذا هو السيستم الليبرالي المتوحش اللي كان جيسبيغ انه راهم كيحاولوا يبدلوه ولكن دونك مشيت انا عند الشاف ديال هاد الجروب اللي عندها فيه الخدمه اللي عندها فيه التمويل مشيت لعند ديك المراه قلت لها انا كان جيت نهضر لك على هاد السيده قالت لي اه وراني ما قادراش نعاونها لان انا البيدجي ديالي كيسمح لي غن نخلص نص الصاليغ ديالها واخرين قاتلي ما بقالوش خداو الفاندين ديالهم التمويل دونك ما ولكن هي راه خدامه مزيان وخدامه معايا مشيت هضرت مع الديريكتور ديال الديفيزيون ما بغات دير والو مشيت عند الديريكتور ديال الديفيزيون انا قلت لها راه جيت نهضر معاك على هاد السيده ودابا راه خصنا نعاونوها حشومه ولو غير نتسناو غير نعطيوها ست شهور اخرى كتولد وعلى الاقل تقاد راسها وهذا وديك الساعه تلقى خدمه اخرى قالت والو قالت لي نون ياك حل العيون انا ماشي المسؤوليه ديالي <applause> هي تدبر راسها حنا عطيناها ست شهور ديال علمناها وانا ما عندي ما ندير لها هكاك بقيت انا كان اي دونك انا نقول لكم مشيت مشيت عند الشيف ديال ديال هاد دي الديريكتور ديال ديفيزيون هو ريك ستيفنز هو هذاك السيد اللي المانتور ديالي اللي بحال ستيف جوب ديال ابل اللي هو سينجيني كان هو دابا انا في هذاك المستوى ديالو ولكن الوقت اللي تعرفت عليه مشيت لعندو على ود هاد القضيه هذه كنت باقا مسكينه باقا عاد باديه لا كارير ديالي وهو ديجا هو كان اسوشيت لاب ديريكتور يعني مدير مشارك بحال دابا هو راه باقي في ذاك البوزيسيون هادشي كان في 2010 ودابا انا راه كنت بديت حتى وليت كوليك ديالو فيت دفعني بزاف باش حتى انا ناخذ هاد البوزيسيون. باش تعرف الناس الناس الواعرين اللي ما خايفين ان شاء الله بلايصهم واللي ما المهم مشيت لعندو قلت له ريك راه هاش كاين وهاش كاين واش كاين قلت له دابا يا اما غتلقى لي حل وغتحضر مع هذيك اللي تحت منك هو الشاف ديال الديفيزيون ديريكتور ديفيزيون شو سبحان الله العظيم هذيك المتعوسه جرى عليها في الاخر بقات الزربان على عمرو لا دير لا, 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 لا تخاف لان الدنيا دواره والله العلي العظيم الى مره بعد مره كنشوف الناس داكشي باش الانسان يخليها على ربي والله ربي لا تتخلص تخلصون الناس في الدنيا قبل الاخير كتلقاها كدور الا إيه ماشي هو في ولادو ولا في شي حد هكاك دايره الامور المهم قلت له هذا قلت له شوف راه الا ما انا غادي نمشي للكافيتيريا ديالنا الناس كيجيو يتغداو وغادي ندير واحد السطل وغنبدا نجبد ليها نجمع ليها التبرعات باش نخلصوها باش ما تجريوش عليها مسكينه وتصدق هي ما تقدرش تمشي للسبيطار باش تولد هذا عيب وحرام وحشوم بقى كيشوف فيه وتيضحك قال لي راه ماشي مشكل صافي صافي حليناه سير بحالك غادي نزيدوا حتى الخر العام غنزيدو لها واحد ست شهور اخرى اي دونك عيط لها هذيك خيتنا هذيك قال لها ماشي شغالي من السند من لاند زيدو في الكونترا ديالها دوك ديك المراه ما حملاتنيش دابا احنا, إحنا شوف دابا هذه مسكينه بنت وحنا جوج ديال العيالات وما معاونينش مع بعضياتنا وصراحه نقول لكم جو اه سي با في المغرب لان انا ما خدمتش في المغرب ولكن اخويا راه حنا النساء اللي تيسمعوني دابا راه حنا ما محنينش مع بعضياتنا راه تتلقى ماشي زعما مرات توصل وتحاول تعاون اه تتلقى هي اللي مقاتله معاها ما فهمتش انا واش تنظن انها مساله ما كنجي نفكر فيها شنو السبب علاش الرجال اون جينيرال تعاونوا يعني الرجال كتشوفهم كيهضروا كيختلفوا في الراي وكيضربوا ولكن صافي يفهموا مشاو بعضياتهم ولا يرجعو يرجعوا عادي كيفرقوا بين المسائل لي فام لا كان كتحس بشي حاجه داخل ما عرفتش علاش صراحه علاش علاش, علاش النساء ما تيتعاونوش مع بعضياتهم كما ينبغي هذا ما تيعنيش كلشي ولكن كنشوفها نشوفها بزاف سورتو في النساء اللي كيوصلوا لمراكز عليا كتلقى كاع ما تبغي شي وحده اخرى بنيته صغيره زعما دابا سوبوزون هذي كانت ديفيزيون ديريكتور وانا باقا صغيره زعما تاخدني وتعاونني وتعطيني لا والو بالعكس ما كتحملنيش المهم مشينا هي هذيك حلينا هذه المشكله هذه مسكينه المراه ولدات ومن بعد لقات خدمه والحمد لله كلشي شوف شوف دابا دابا شنو هي احسن لاي واحد من انه يدير الخير دابا غير قولوا لي انا بالنسبه لي هاد القصص هادو ملي تنبقى نفكر شنو درت في حياتي هاد القصص كيجيو في نفس المستوى كل انجازات ديالي العلميه اللي درت انا ولكن هاد هاد الانجازات الانسانيه لا تقل اهميه بالنسبه لي انا كتفرحني بزاف لانك تقدر تعاون الناس صراحه ما نكذبش عليكم وانا زعما حتى دابا فكرتوني في واحد السيد سميتو خينارو 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 توليدو سانشيز هذا واحد وليد وليد غيكون قدي في السن <applause> لكن احنا رانا ديما كيبان لي راسي بقى صغير آه كنا تلاقينا تلاقينا في 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 واحد هو مكسيكي ودار الدكتوراه ديالو في فلوريدا ومن بعد دار بوستوك في فلوريدا ودابا راه استاذ في لونيفرسيتي ديال المكسيك مكسيكو سيتي انا عاودت لكم على هذه القصه لان تلاقيت انا وياه كنا دي بوستوك هو كان في بوستوك في فلوريدا ستيت يونيفرسيتي وانا بوستوك في اربون هادشي في عام 2000 2000 2001 مشينا لكاليفورنيا دو سومين كانت واحد السمر سكول يعني كيديروها ل... للناس اللي تيوجدوا الدكتوراه والناس اللي بداو عاد من بعد سلاو الدكتوراه ع... ع... جوج دي سومين وحنا جالسين في ميتو في, في دي سانتا باربرا زوينه في الويست كوست المهم كنحضروا كل نهار الديكور وكنتناقشوا عندنا بيتي بروجي كنخدموا عليه وهاد السيد هذا عندو واحد المهم عنده لاكسون بحال انا عن اللي عندي لاكسون احنا كاع عندنا لاكسون ماشي مشكل المهم انا كتفاهموا هذيك يا اهم حاجه المهم هذا السيد هذا بقى لان يعني بون انا كنت كان كما العاده فين ما مشيت لشي محل كنشطو كنقرقد الدنيا كيعجبني نضحك كيعجبني نضحك كيعجبني نقشب المهم بوتيت كان كان يمكن لي نكون شي أكثر كوميك المهم المهم جا عندي وقال لي هكا وقال لي انا هذه وهذه لان في الاول ما كيشوفوني بحال المكسيكيه حتى انا قلت لهم حنا راه راه مغرب موروكو راه قريب لسبين حنا مخالطين مع الصبليون تاريخيا وديك الشيء دونك بيتيت كان شوفوا المهم يا ديك بقينا كنذاكروا النهار الاول الثاني الثالث بعد صاحبنا ولينا كان من بعد ملي كيسالي الكوخ كنمشي أنا كانت عندي طوموبيل كريت اون فواتور تما لان انا كنت بوست دونك داك الساعه زعما راني خدامه ماشي باقا طالبة المهم وكون ديكشي وصافي وكندوزو في الليل هذا كنساليو والعشاء كنبقاو جالسين برا الحال زوين كنذاكرو وشويه شويه هو كاثوليكي كاثوليكي متدين ديال بصح كاثوليك المهم ديال كنهضر على الدين وانا تنعاود له على الاسلام و له شويه ديال لي بارتي دي. هو كان كان مش شغوف انه يسولني دي أختي القران وهذا وكنعاود له كيفسر لي شنو وكيسولني على اش هادي وكيفاش هادي وكيفاش والله ما نكذب عليكم الليله الاخيره قبل ما نتفارقوا قال الشهادتين ورجع انا بقيت غير مصدومه مع عمري كنطيح لي في بالي ان انني يعني انا ما كنتش باغا تنقنعو مش انا لا انا ماشي باش انا قنع شي واحد يدخل الإسلام، هذيك مساله شخصيه بحال اللي ما غاديش تحترم الذكاء ديالو بنادم غيقلب على الحق ديالو فين ما بغى وانا ماشي شغلي انا هذاك انني ندخل عباد الله في الاسلام وسحب لي انا غير هذا مشى مشى وبقى كيقلب ومراته مراته تخاصمات معاه عنده دابا جوج وليدات آه عايش في المكسيك وكيسوم رمضان وانا سميته عبد الرحمن <applause> عبد الرحمن وسبحان الله بقى شاد في وجا زارنا في الدار وابراهيم كيعلمو الزوج ديالي تيعلمو الصلاه سبحان الله ومراتو عاود ولات مسلمه تقاتلو في الاول سي نورمال تصور ان مراتك تجي تقول لك انا غنولي يهوديه ولا مسيحيه اش ندير معاها المهم باش نقول لكم هذه عاوتاني واحد القوس ان الانسان اهم حاجه هو يكون قدوه بغيتي انت بغيتي تقول الاسلام مزيان وانت مسلم ايوا كنت مزيان كنت مزيان وري لهم وري لهم انا مزيان انا كندير كنعاون لان الدين ديالي كي أمرني بهذه المسائل هذه وكاين شي بنادم اللي هما مزيانين بلا دين ما محتاجيش الدين باش يكون مزيانين هو الدين شنو هو في الاخر شنو هو الاسلام الاسلام هو انك تشهد ان لا اله الا الله صافي هذا هو الدين دين الاسلام ديال ابراهيم الواحد شهد بان الله واحد احد لا مثيل شيء شيل الاخر كلهم يا عيسى يا هذا it doesn't ربي يغفر ذنوب جميعا ولا يغفر ان يشرك به دونك المهم هذا قوس هذا كنت فريمون كانت اون بون سوربريز نشوف بان هذاك السيد حيت جراته الشخصيه ديالي وجاي يهضر معايا وديك الشيء في الاخر بهذا الاسلام سبحان الله الايمان نقول اكثر من الاسلام المهم قصه اخرى كانت وقعت لي المهم انا بديت ديك الساعات صافي بديت كنت تعرف مزيان في اللابوغاتوار والناس تيثيقوا فيا وتيجي وانا تنتقاتل ها الشيف الشاف ديالها جا حقرها باغي يجري عليها كنمشي ونتقاتل معاهم وتندفع اللابوغاتوار لي كان مزيان هو ان اللابوغاتوار كان المهم في الاول بداو كيشوفوا فيا دخيت نادي بشيره حمقاء شنو هذيك كتغوت زعما كيفاش انها ما كيفهموش الناس كلهم الناس كلهم اللي ما عمرهم كيعرفوني وتيتعاملوا معايا الاول مره تيقولوا هاد خيتنا رم، راه راه شي حاجه عندها في دماغ حدهم تيبداو يعرفوا اكثر وتيشوفوا انا ما عندي حتى حاجه في دماغي انا ملي تنشوف الظلم ما تنسكتش عليه صافي هذي عاديه ما عندي حتى شي اجندا حتى شي اجندا دابا ملي كيحرقني قلبي على بلادي وكنقول شي حاجه دابا تصوروا انا باغي شي حاجه من المغرب تصوروا انني انا بغا والله ولو يعطيوني رئيس وزراء في المغرب والله ما ندخل المغرب انا انا عارفه عارفه كيفاش دايره داك البلاد ما راه كلكش كلكش دير والو اي دونك انا ما بغا والو من المغرب انا غرضي انني نساعد ساعد المستقبل ديال المغرب ونساعدكم أنتوما، بقيتو ساعدتكم في المغرب الله يعاونكم قدرتو تبدلوا، لان يعني كنتوما المستقبل انا كذب عليك انا ش.. ش... ما عندي انا غرض انا ماشي انا المناضلين الحقيقيين على المغرب راهم عايشين في المغرب راهم في الحباسات في المغرب ولا راهم راه ساكتين وخايفين في المغرب وراهم ماشي انا ولكن انا عايشه برا ومغربيه امريكيه وما و... انا تقول لي اسكت ما نسكتش شنو باغي دير كاع شنو باغي دير زعما دخلني الحبس يلا الله, ي... الله يعاونك يلا ندخل انا داخله دابا المغرب حنايا كاينه واحد الكونفرنس ديال الليثيوم الليثيوم ايون باتريز شو قاعدو كلي باتريز اللي تيخدموا بالايفون ولا لي 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 فواتور الكتريك لا تكنولوجي اللي في ترونسبورطاسيون كلها سي ليثيوم ايون باتري وهاديك من بين اكبر العلماء ما تقولوليش يا زامي سمحولي وسمحولي بالزربه انا يعني ما باغاش نحل كاع داك القوس عندنا واحد العالم كاينين علماء راهم خداو البخينوبل وتعرف علاش خداو البخينوبل شنو داروا بصح وانا كنقص لكم من محل لمحل لان كاين بزاف د الحوايج برستاني في دماغي عندنا واحد واحد العالم كبير سميتو خليل امين مغربي في أرغون وباش نقول لكم لان فهمتي المغاربه بما انه ما تيعرفوش ما عندناش ما عندناش راه اللي تيعرفوا لا تكنولوجيا راه سادين فمهم واللي ما تيعرفش بحال الصحفيين وهذا غادي يبقاو يهللوا لشي ناس اللي هما دي كروكس ماشي ماشي علماء حقيقيين قيل لي من تدفع عطاو هذه الجائزه ولا هذه الجائزه نقول لك العالم ده بالصح في هذه التكنولوجي هذه اللي ديال ليثيوم ايون باتري من بيناتوم هو خليل امين وراه هو اون فيت الرئيس دروسيا هذه العام اللي فات راه خدا هو الجائزه ديال اللي, اللي هي جائزه عالميه كتعطيها روسيا اللي هي نص مليون دولار وراه مشى روسيا وخدا أم هذا مغربي امريكي وهذا السيد هذا باختراعات اللي عنده اللي دار في أرغن إحنا حنا عندنا في أرغن ملي كتكون عالم وكدير اختراع وتاتجي شي كومباني تاخدو باغ اكزومبل جي ام ولا هذا كدير لائسنسين وكتبدا تخلص كل شهر تتخلص واحد القدر من داك الارباح ديالها اللي كتربح ودونك هذاك القدر اللي كتعطيه لللابوغاتوار الثلث ديالو كياخذوا المخترع العالم الثلث ديالو كياخذوا اللابوغاتوار كله يعني الديريكتور هو اللي كيتصرف فيه ماشي كياخذوا هو كيخشي في جيبو كتجي لللابوغاتوار وتنعاود نستعملوه في حاجه والثلث ديالو كيجي ل... 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 الدايركتورات ديالو المديريه ديالو والمدير المشارك لي انا دونك كيجيني الثلث هكا بتصرف فيه مثلا هذوك آه آه واش كنقول لكم هذا السيد هذا خليل راه القليله القليله كتجي واحد نص مليون لكل واحد ليه هو لي انا والديريكتور ديال لابو انا اللي إن كنتصرف فيه وهذا السيد هذا كيعاون المغرب مكونيكتي مع ليكور بوليتكنيك محمد سيس تيجيب طلبات يفرقهم على يجيو الارغون يمشيوا ام اي تي دي ماساتشوستس انستيتوت اوف تكنولوجي وهادو كيكونوا بيان سور كملوا ليسونس ديالهم تيديروا الدكتوراه تيمشيو مفرقهم على لي لابوغاتوار لانه ايلي كونيكتي انا بحال خويا بيان سور انا الشاف ديال الشاف ديالو ولكن مشيت معاه الكونفيرونس 2019 في اكادير وعلى لي زينيرجي رينوفابل الطاقات المتجدده وانا درت اول افتتاح بريزونطاسيون درت وكان الوزير ديال الطاقه والمعادن وما الى ذلك المهم دابا عاوتاني عاود رغبني واخا انا صراحه إن كتبت في الفيسبوك ما نعاودش ندخل لان يعني مفقوصه اش ندخل ندير انا شوف انا ما نكذبش انا ما كنكذبش رايي كنقول ورايي مبني على فهمتي ما وش الاشخاص ولكن المواقع انت في موقع مسؤوليه البلاد غدا الهاوية راك مسؤول صافي وماشي غير واحد كلشي كلهم كلهم برباي مسؤولين وانا لا صافي هذا هو حيد لي من دماغي ومن فمي المهم هاد لي كونفيرونس هادو دونك دابا كاينة في, في اكتوبر كنت والله الا إيه قال لي غادين مشي غادي نمشي للكونفيرونس وغدار في مراكش قال لي محتاج تنعطيو مثلا 10 مليون ولا 15 مليون باش نساعدو الكونفيرونس هادشي من الفلوس ديالنا حنا في أردن. بيان احنا حنا ما تنقولوش هادشي لانه ماشي ماشي شي حاجه اللي غادي نقولها باش ناخذ عليها شي نو علاش كنعطيو داك الفلوس كنعطيو داك الفلوس باش طلبة لي زيتوديون طلبه اللي كيكونوا كيديروا البحث العلمي في ذاك المجال وكيوجدوا الدكتوراه ديالهم يخلصوا لهم السفر ديالهم من الكليات مثلا مراكش الرباط وهذا ويجيوا يحضروا الكونفيرونس ويشوفوا هاد العلماء الكبار عالميا ويسمعوا لهم ويقدروا يهضروا معاهم وديك هادشي علاش حنا كنصيفطو هاد المساعده هادي اي دونك شنو دايرين هاد المره جايب الديريكتور ديال لابو والديريكتور ديال لابو ما غايجيش غير معاه هو انا نكون معاه سورتو دابا جاي المغرب اول مره جاي المغرب وغادي نتلاقاو مع الديريكتور جينيرال د مازن لي ما عرفاش شكون هو لان داك السيد لي كان قبر قال لك راه الباسبور وحبسوه في المطار جيسبيغ من هنا نوصلوا يكونوا يكونوا عينوا شي حد اخر باش نشوفوا دوك سميتو لي لينيرجي سولير هادوك الشيء اللي دايرين نوض لينيرجي اهم حاجه هي فين غادي هذيك الطاقه انت غتجمعها فين تخزنها دونك خصك دي باتري الجريد اي دونك او كاينه طاقه اخرى بحال الهيدروجين غنجيبو معنا واحد السيد مدير في اعلى مستوى في وزاره الطاقه باش امريكا تخدم مع المغرب في هاد في الميدان هذا المهم أو... دونك انا قلت له غادي انا وعدت ما عمري نعاود نحط رجلي ولكن هذا ما باغاش نديرها له تصور ان نمشي عند الشاف ديالي اللي هو الديريكتور ديال لابوغاتوار ونقول لي انا ما غاداش شنو نقول له انا ما غاداش وانت ما تمشيش الا مش انا ما غنمشيش هو ونقول له راه ديك البلاد ما مزياناش راه حقوق الانسان فيها شنو دار لكم دابا انا نقول له هذا ما قدرتش ما قدرتش نقول له هذا الهضره قلت له انا غادي نمشي وغنديك معايا وغيعجبك المغرب الناس راه مزيانين كيحاولوا بصح سي با سي جينيال ولكن بون راه كاينين وليدات مزيانين وراه سميتو هاد سميتو ديال لينيرجي سولير هاد الفارم ديال المهم اش غندير غادي غادي نعاون صافي والله الله يدوز على خير ندخل المغرب باش ندخلو باش نعاونو البلاد الله يكمل على خير دماغ هادشي اللي بغينا والله الا بغينا نفرحو نفرحو في بلادنا آه المهم آه غادي نكمل لكم هاد القضيه ديال ويست درت بزاف د المسائل وهذاك الديريكتور د اللي كان اول مره ملي تلاقيت تلقيت معاه وشافني قالولو له قالو له هذه راه هي اللي متكلفه بهذه المنظمه النسائيه شافني من الفوق لتحت وحكرني هذا يهودي يهودي اي بون يهودي المهم هو, هو يهودي باش تعرف <applause> <applause> هاد السيد هذا واحد النهار كي يهدر مع الله اللابوغاتوار عندنا واحد لوديتوريوم كبير فيه شي لايك يقدر شي 600 ولا 700 واحد ودونك ملي كيكون كي هو الديريكتور غيهضر كيمشيو الناس لهاد لوديتوريوم فيه جوج ديال كبير ومن بعد تيديروا البرودكاست مثلا انت في بيروك ما باغيش تنتقل غادي تقدر تشوفو مثلا في في اليوتيوب تشوف الديريكتور ديال لابو تيلقي الخطاب ديالو بلي سلايد كيوريك الباوربوينت شنو هادي وشنو درنا وشنو حققنا هاد الديريكتور كيهضر مزيان دونك ملي كمل في ذيك الوقت كانوا كانوا داروا لنا الفريز ديال الصالير ما يزيدوكش دوز واحد العامين كانت شي ازمه وكانوا متقاتلين في, في, الكونغرس باغيين باش يخلصوا الدين ديال الديون ديال, ديال, ديال امريكا دونك داروا واحد الفريز تحت ما يتزادلوا في الصالير ديالو المهم شي شي لابوغاتوار طبقوه وشي لابوغاتوار ما طبقوهاش وشي وحدين اللي هما مزيانين انت ما كتزيدهمش في الصالير ديالهم مشاو لمحلات اخرين ما بقاوش في ارغون المهم انا في الاخر ملي كمل هزيت يدي باش نسولو هو شافني يدي مهزوزه <applause> وبقى يدير هاك يشوف شي واحد اخر هز يديه شتي شي كنا احنا في المغرب كون عندك شي ولا خمسه ديال دوك الشياطين اللي تيقولوا لهم الاسئله الزوينه اللي موجدين لهم الاجوبه ويبداو يهزوا يديهم اي معروفين هزيديك، 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 وجاو كي وجاو بالمدير وكل شي مزيان ولكن إحنا في ميريكان ما كاينش ذاك شي، تحد ما هزيدي انا اللي هزيدي، <applause> هزيدي واحد دقيقه هو كيشوف كيشوف ما قدرش وانا نوقف كنت جالسه وانا نوقف وانا نزيد قلت له انا راه باغا نتسول <applause> قال لي واخا وانا ننزل عليه والله شي ماشي معقول دايرين الفريز الناس كيمشيو بحالهم وهاد لي جون عرفتي بقات يقول لي راه ماشي انا راه الوزاره قلت له ماشي غالي انت هو اللي مسؤول علينا كيخصك تمشي وتقول لهم في الوزاره عرفتي وبقيت كنغوت وواحد لامي كان حدايا كيقول لي صافي بارك عليه مسكين صافي غير جلس وانا تنغوت عرفتي ضاخ دابا هو كان ملي غادي يسالي هاد البريزونطاسيون ديالو غادي يعطي الجوائز العدد ديال ديال, ديال المهم العلماء يعني والمهندسين وأخرى اللي خدامين في اللابوغاتوار حيت داروا شي حاجه مزيانه المهم كان كان موجد الجوائز مورا ملي ملي انا سكت وساليت وهو مسكين غادي يتصفق قال لهم ميرسي بوكو ثانك يو وبسلام عليكم الناس ما عارفينش صافي بداو كيخرجوا صافي كيخوال لوديتوريوم هو يدور هو يلقى دوك الجوائز <applause> باقي للور، عرفتي ما قدروش صافي ما قدروش يعاود يعيطوا للناس <applause> رجعوا ما عمري نسى هذاك المنظر هذاك المهم انا خرجت الناس كلهم كيجيو كي لعندي اه فريمون فيليسيتاسيون على كوراج عندك وعلى هذا هذاك الشيء سيروا بحالكم عليه كوراج وما ديما هكا فيك دفع دفع حتى الوقت اللي كنا كن فعبد السلام كان عندنا الرياضه وموراها التاريخ والجغرافيا وحنا الرياضه كنكون كنلعب الكره مع كاع ولاد كاع ولاد القسم وكنلعب معاهم الكره وكيكون الا كنا خاسرين في الفرقه ديالنا ما كنبغيش نحبس كنبقى كنلعب كنلعب حتى كنماركي وداك البيت اي دونك ديما كنمشيو للدرس ديال التاريخ والجغرافيا كان واحد الاستاذ طيبي واحد فريمون قاصح واحد ريفي غارس غارس وكان تيضرب الدراري المهم اللي كان صافي هذيك احنا داخلين واحدة باش جوج ثلاثه عندنا الرياضه ثلاثة اربعه عنا التاريخ والجغرافيا ايوا ديك تدير ديك ثلاثه وقسم ثلاثه وسبعه دقائق <applause> وكل شيء كيبدا يشوف كاينه كوتر كاينه باقا كتلعب الكره صافي كل شيء كيبقى لعب. ملي كنحبس صافي كل شيء يجي تيبقاو وكلهم مورايا <applause> يلا يلا كوتر يلا تيقولوا مشو زعما انا دافعين انا الاولى لي راك عزيزه عليه راه ما يدير لك والو <applause> أضوكي دونك حلو الباب بالعصيه ال... واحد 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 المره والله العظيم واحد المره جاو مشاو انا كنت معاهم كنت هنا الرابعه ولا الخامسه امراي كان قبل مني واحد ثلاثه ومرايه واحد اربعه اخرين وكلهم دلكوايريه ديالنا اي دونك ملي جا حل الباب بالعصا بدا تينزل عليهم هاكا هاكا دونك ثلاثه ملي وصل ليا بقى كيشوف قال لي وصافي ما تعاودش المره جيت تعطل يلا دخلوا دخلوا كلكم <applause> وسامح ما ضربش هادوك اللي مورايا دونك من ديك النهار وانا اللي كنمشي انا الاولى <applause> حيت ما غاديش يضربني كان الله يذكره بخير والله الله يرحمه والله ما عرفت الله يطول في عمره كان ديما تيقول لي بلقيس تنشوف فيها انا تيقول لي انتي بلقيس ملكه سبأ هو عرفتي شنو راه ما تهضرش مع انا تيهضر معايا وانا ما تنجاوبوش بلقيس ملكه سبأ وحيت كيعرفني انا النهار اللي كنت وانا كندافع على النساء وديك الشيء ملي تعطينا شي خريطه نرسموها ونلونو فيها تيجي لعندي كيبدا يحني لي على ودني ويشوش ليا يقول لي غادي نديك للدار عندي وغنسد عليك في الكوزينه تبقى <applause> النار كله وانت كطيب الماكله تبقى <applause> انا ما تنعرفوش واش تيضحك ولا تيهضر النيت ولا في عمري لاي 12 عام ولا 13 ولكن كنسمعو كيقول لك الهضره تنقول له والله ما نطيب <applause> انت طيب راسك علاش الرجال اللي غادي ما يطيبوش وانا غنطيب عرفتي هو تيضحك واحد الضحكه ما تعرفوش تيضحك ولا تيعاود عاود يدور الله <applause> يذكره بالخير استاذ طيبي المهم اخوتنا غنكمل لكم القصه مع ويست ملي كملت ديك الويست في 2012 ربطت علاقات كبيره مع مع الديريكتور الله لابوغاتوار اريك صافي وليت عنده عزيزه عندو عزيزة عرفتي والله العظيم هو, هو صنوب هو ما كاينش ما كيديهاش في عباد الله ملي كندخل انا باش غنديرو شي ميتينغ معاه وديك الشيء والله العظيم تينوض ويعطيني الكرسي ديالو ويقول لشي حد اخر يجيب كرسي اخر زعما بداك الاحترام عنده عزيزه وصافي وطورت علاقات و, و... و... وليت عزيزه عندهم لان فهموني كان كنبغي غير فريمون ندير الحاجه المزيانه اللي هي مزيانه لللابوغاتوار وكندفعهم ديما كان هاد البوزيسيون اللي انا عندي دابا كان فيها واحد واحد السيد جبناه من 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 اوكسفورد سميتو بيتر ليتل وود هو ديريكتور ديال لابو اللي ولا من مور ايريك وانا كنت كنتعامل معاه وديما تيقول لي كوتار كدفعينا كد نكونوا احسن ناس حيت كدفعينا كد اننا نعاونو ونحلو المشاكل ونكونوا احسن ليدر كان ديما كي 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 ريلي really كي كيشجعني وفي الاخر بيان سور هو ولا ديريكتور ديال لابو غنعاود لكم نكمل لكم هذه القصه المهم بعجاله بي... من مي كملت تويست درت بزاف الحوايج صافي قلت لهم عامين الله يجعل شي بركه مرت تزاد الوزن ديالي بحال هذا الشكل هذا ان شاء الله غنحاول انني دابا سال رمضان وديك الشيء نعاود نرجع للرياضه شويه ونعاود الحال مزيان دابا المهم مرت مي كيزيد كي الوزن تيتزاد الدوايات ديال الضغط وديال المهم ولكن رأك تعطي قلبك كنخدم من قلبي وتنضرب تمار وتنتفقس مع الناس و... وكنبكي مع الناس وكان ضحك مع الناس المهم ساليت معاه وقلت له بركه عامين ديالي كملتها الله يجعل شي بركه دونك رجعت بحالي للديفيزيون ديفيزيون هي هي تصور انك خرجتي دابا بحال انا دابا خرجت وشفت الدنيا وهذه ودابا تصور نرجع نعيش في المغرب وما نقدرش نتنفس ما نقدرش ما نقدرش لانك صافي تحلو عينيك وشفتي الافاق وشفتي ما تقدرش عاود ترجع اللي ما مضى دونك نفس الشكل اللي رجعت للديفيزيون ديالي 100% في صافي ما بقيتش ن... ما بقيتش نقدر نتنفس وعاد ما, ب... ما عجبنيش الحال كثر وأكثر ديفيزيون هي هي وبالعكس ولاو دابا حاضين مني لان طورت علاقات مع اللابوغاتوار وديك الشيء المهم دابا ولاو حاضين مني وكيحترموني ماشي كيحترموني كيخافوا ان نوض عليهم المشاكل المهم قررت دوزت واحد ست شهور قررت غنخوض تجربه ديال ديال نقري تعليم أه دونك قررت عندنا واحد لونيفرسيتي بينيديكتين يونيفرسيتي قريبه لينا بديت نقري فيها الفيزياء لان انا ما عمري قريت في امريكا انا المهم انا باحثه خدامه في اللابوغاتوغ ما عمري قريت قلت غادي نجرب نشوف هذه التجربه هذه ونشوف كيفاش تكون لان بديت كنفكر قلت بوتيتر خلاني نمشي بحالي من 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 هاد لأنه لان ما كانش عجباني الامور بدات تمشي لونيفرسيتي اخرى ديك الوقت كانت اتصلت اتصلوا بيا شي وحدين في واحد لونيفرسيتي في, في الامارات وفي السعوديه او عليك داكشي خيالي د الفلوس وما تخلص لي طاكس كان ما. انا باغا نكون عالمه كبيره ماشي مش نخدم في, في الامارات قلت لهم بوتيتر الا تقاعدت <applause> كملت 65 عام نمشي لعندكم نخدم واحد العامين اذا نشوف ذاك لا ريجيون حج <applause> ونرجع بحالي المهم كنت كنقلب لان ما كانش عاجبني الحال هذاك الشيء باش قلت لكم راه راه سميتو النجاح راه شوف شحال من فرصه انا خلقتها راسي، بوحدي الزوج ديالي هو في معايا في نفس الـ في الديفيزيون الفيزيك خدام خدمته ما هموش لا يدير يخلق فرص ولا ما يخلقش دونك ها هو داكشي باش قلت انا كنت ما عجبنيش ما قانعاش بال... بلبل... كان يمكن لي نقول صافي انا كندير الغوشيرش ديالي بشويه بشويه عليا راه كنخرج النتائج وهادي وما عنديش مشكل زعما يعني مشي خايبه هاد الخدمه خدامه مع راسي ترونكيل ودكشي. لكن انا ماشي هاد الشكل هذا انا ديما خصني نكون فاعله ونحقق اكبر حاجه ديما ما عجبنيش داكشي باغا ندير اكثر واكثر اي كمشيت، مشيت غنكمل لكم غير هذه لان قريت واحد واحد 3 شهور و شهور كانت 3 شهور الاولى في الصيف و شهور ثانية قريتها من بعد غتجيني المشيه باش غنمشي لواشنطن دي سي باش نخدم في وزاره الطاقه مي هاد ليكسبيريونس ديالي عجيبه دخلت كنقري الفيزيك لوليدات اللي بريميد يعني كيقراو واحد ربع سنين باش ماشي بحالنا حنايا يعني. هنا كتدخل من ديريكتومون من, من الباك هنا كيقراو كيخصك تاخذ ليسونس ديالك عاد دوز الامتحانات ديال الطب باش تقبل في الطب نفس الشكل هنا تاخذ ليسونس ديالك عاد دوز امتحانات ديال الضغوة باش تولي محامي وعاد تقرا باش تولي محامي يعني مده طويله ماشي ديك اربع سنين ولا سبع سنين غادي ندير وملي غتكمل تقرا الطب ديك الساعه عاد عندك واحد العام اخر على الاقل باش دير الغيزيدونس بحال اللي عندنا حنا المهم عندهم سيستم مختلف وما تعترفوش بالاطباء ديال الطب اللي جايين من دول اخرى يعني السيستم ديالهم مختلف المهم هاد الوليدات هادو تيقراو بيان سور بالطب اهم حاجه هي البيولوجي الفيزيك أبغي لا غادير يمكن تكون كدير طبيب ديال التخدير ولا ولا المهم سميتو ملي كدير ل... كتيفلوبي لي زيكيبمون الكات سكان ولا الام ار اي ولا هادو الفيزيك ماشي شي حاجه المهم انا جيت لهم جيت لهم وتقريباً تقريبا كنقري فابور ماشي زعما تيعطيوني شي فلوس وديك جيت لهم وقصحت عليهم لان انا م... عرفتي تما ويلي تما راه هما كيخلصوا كيخلصوا هاد هادي ديجا راه كيخلصوا واحد 40 ولا 50 مليون في... في العام اي دونك مفشين وشي كيقرا مزيان وشي شويه المهم كيبغيو يجيبوا لي ا لي ا يعني يجيبوا مزيان ا آه وبي وسي بحال اللي عندنا حنا ما عندناش مي بون الانكولوجي تيجيو 90% ما انا مزيراهم 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 وما كاينش المهم كنحاول نفسر لهم ديك شي واحد النهار عطيت لهم واحد الامتحان انا بالنسبه لي بسيط وشرحت لهم وديك الشيء وجيت ما جابوش فيه مزيان وجيت كنصحح لهم قلت لهم انتم ها, ها الجواب راه قلت لكم قبل وكنفسر لهم هادو مضعضعين شويه في الماط هاد خياتنا هادو اللي اللي كيديروا بري ميد بري, بري ميديكال سكول يعني قبل الميديكال سكول وانا قلت لهم دابا شوفوني دابا التربيه المغرب قلت لهم شي انا كنت بلاصتكم ودرت هذا الخطا والله تمشي نشنق راسي دابا تصور بيان سيغ انا قلت لهم ماي وود هانغ ماي سيلف قبطوها دابا انا ما عنديش مع الثقافه قبطوها وداوها الديريكتور سميتو الشيف ديبارتمون مشاو قالوا قالوها لوالديهم دابا تصور انت عندك دراري عندهم 19 عام 20 عام مشو عند والديهم تيقول لهم الاستاذه ديالنا اش قالت لنا درتوا هذا الخطا الا كنت بلاصكم غنش نقرا سي يعني كتشجعنا اننا ننتحروا <applause> تم جاي عندي الشيف ديبارتمون قال لي راه شنو وقع مشكل وديك الشيء ودابا قلت انا كان اكسبريسيون زعما خصهم يحشموا على عراضهم دايرين هذا الخطا قال لي هنا راه ما عندناش دابا الله يخليك رد بالك وديك الشيء قلت له ولكن انا لا ما نقريش نكمل انا غنكمل معاك انا هذا هاد التخيم ما شي بحالي انا صامان تيغيس بو هادشي هاد المفشين هادو المهم كاينين شي وليدات شي ثلاثة ولا أربعة هذا قسم ديال بتات 18 ثلاثة ولا أربعة تيك كيكتبوا لي في الأخر في الأخر شدوا معايا في الأخر فهموا أنا قلت لهم قلت لهم شوف واخا أنت مثلا ما كتبغيش الفيزيك أنت جاي جالس معايا ساعة المكان ما تضيعش وقتك جلس أسيدي فهم الماتيريال حاول دير جهدك ما تضيعش وقتك نتوما زعما باغيين تكونوا أطباء ايوا المهم جاني ناض لي واحد السيد باغي يولي دونتيست جا وقف قال لي انا باغي نولي دونتيست علاش الفيزيك مهم للطب علاش حنا بغي نكونوا اطباء وانت انا الفيزيك علاش خصنا نهتموا بالفيزيك بقيت كنشوف يعني قلت له الفيزيك راه كتنقد الارواح بقى كيشوف فيا قلت له فيزيك سيفز لايفز قال لي زعما كيفاش قلت له آم... كيفاش غتسيفي لايفز لانها ما تسمح للدراري اللي هما ستوبيد وما ومستوى والمستوى ضعيف ديالهم انهم يوليو دكاترة حيت غادي نسقطك في هذا الدرس هذا في هذا الكوخ. <applause> قلت له كيف كيفاش الفيزيك سيفز لايفز لان الفيزيك كتنقد الارواح لانك الا ما درتيش مزيان في هذا الكور ديالي غادي تكون انسان فاشل وطبيب مكلخ وما عمرك غتولي طبيب غنوقفك هنايا غنسد معاك اي كوم سا غادي غنقدر ننقذ البشريه من انني نطلق لهم طبيب بحالك عرفتي <applause> كلشي كيموت بالضحك وبقات هذه متورخه فيزيك سيفز لايفز هذه هي المقوله ديال كاوتر المهم كملنا دابا مع هاد التجربه ديالي ديال ديال التدريس غادي تبقى لنا تجربة ملي مشيت وزارة الطاقه وعاود رجعت كيفاش أنا وليت ديريكتور ديال الديفيزيون ومن بعد وليت مدير مشارك اللي هي البوزيسيون ديالي ما غاديش نطول عليكم انا ديجا وعدتكم ما نطولش على الساعه كنتمنى ان هاد واخا انها من جانب واحد انا اللي تنهضر معاكم وما تنتجاوبش معاكم ولكن ان شاء الله غنحاول لو وليداتنا كيخدموا غنخليهم حتى يكملوا الامتحانات ديالهم وندير لهم سيسيون ديالهم باش نجاوب لهم على الاسئله ديالهم ان شاء الله المهم راه عندكم الايميل ديالي تواصلوا معايا شكرا بزاف بزاف على التشجيع ديالكم وانكم كت كتحسوني بان هذا الوقت اللي هو مهم بالنسبه لي زعما كنحاول ندير مجهود انه مفيد وهادشي اللي نتمناو الله يجعل كلامنا خفيف عليكم نتمنى لكم امسيه سعيده وان شاء الله يوم الاحد دوزوا على احسن ما يرام الناس اللي في المغرب راه عندكم دابا حتى 11 اللي لا راه ما في التسكع <applause> واطلقكم على خير اخوتي تهلاو في راسكم وتهلاو في وليداتكم وشجعوهم لان لا ياس مع الحياه لا ياس مع الحياه ربي يوفقهم وفرحنا بهم ان شاء الله ويجعلهم سبب ان المغرب تكون له قومه وشأن وان شاء الله في القريب في القريب ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله